سالي الجزولي فنانة سودانية بصرية صنعت أول دمية لها وهي بعمر العاشرة بعد أن ورثت هذه المهنة من جدتها بوشة، وفي الصورة فستان لدمية من صنعها ابتاعتها لسائح أمريكي عام 2007. فكرت في أني أعمل معرض لبتم لعاب كمشروع لإحياء حاجة نحن زمان كنا بنعمله وبنشوفها في بيوتنا، بالذات بين البيت حبوبتها والبيت أمها وكذا، لكن في الفترة دي بعد ما يدينا بقت مشغولة بالتلفونات والسوشيال ميديا وكذا انشغلنا من حاجة مهمة شديد هي عندها أثر بالغ كبير جدا في صحة الطفل. بتم لعاب أو بتم ليون هي دمية تصنع من الأدوات المحلية وسط أجواء حميمة داخل الأسرة السودانية، وعادة تصنعها الجدة لحفيدتها لتنقل من خلال هذه الدمية الموروثات الشعبية والأحاج السودانية التي تحرص على غرس القيم المجتمعية الفاضلة لدى الناشئة. احنا سعيدين جدا بالمعرض الليلة، والبنات فرحوا جدا بالمعرض الليلة. هو بيربط الجيل الصغير بحاجات احنا كنا بنلعب بها دائما يوميا، اللي هي العروسة المصنوعة من المواد المتوفرة في البيت بطريقة يعني مبتكرة. يعني شهد معرض بتم لعاب حضورا متنوعا شكل حالة من النوستالجيا لجيل الآباء، وربط جيل الإلكترونيات بفعل ماضوي حميم. كل الألعاب الشعبية خاصة ألعاب الأطفال ما فوق جانب بتاع المكسب، ما فيها مكسب مادي بخلاف الألعاب الحديثة، يعني إنه دائما فيها وخالية من العنف. صناعة بتم لعاب مهنة تجمع بين الفن والكسب المادي وتخلق روابط حميمة بين أفراد الأسرة السودانية. عفراء فتح الرحمن، قناة الغد، الخرطوم.